ننتقل مرة تانية لمراستنا اللي هيكونوا معانا من محافظات مصر، معانا جيرمين إبراهيم من الجيزة، محمود جميل من الأليوبية، رامي محمد من المنوفية، سالي سالم من الغربية، مينا مكرم ده أهلية، كريم بيبرس من مطروح، جاكلين ماهر من الإسماعيلية. صباح الخير عليكم من جديد وأهلا بيكم معانا مرة تانية. ويعني خليني أبدأ مع جيرمين من الجيزة. جيرمين صباح الخير عليكي من جديد، قولي لي يعني الاستعدادات عندك خلاص؟ احنا دلوقتي يعني غالبا عدى حوالي 40 دقيقة على فتح مراكز أو مراكز الاقتراع، قولي لي المشهد عندك عامل ازاي دلوقتي، وكلميني عن التجهيزات كمان الخاصة لذوي الهمم تحديدا. صباح الخير عليك يا جمانة مرة تانية، وصبح عليك وعلى كل المشاهدين. زي ما قلت تقريبا 40 دقيقة عدت على فتح أبواب اللجان في محافظة الجيزة. احنا بالتحديد واقفين جوه لجنة مدرسة جمال عبد الناصر، ودي فيها لجنة فرعية واحدة رقم 71 من إجمالي 1046 لجنة فرعية في محافظة الجيزة. خليني أعرفك وأعرف السادة المشاهدين الإجراءات اللي حصلت بمجرد وصول القاضي أو مستشار رئيس اللجنة لداخل اللجنة. اتأكد من يعني وجود القفالة البلاستيكية على ابواب اللجان بعد ما قفلها امبارح، وتاكد ان الارقام المسلسله هي نفس الارقام اللي موجوده في المحضر اللي سجله، وكمان دخل وفتح الاقفال بتاعه صناديق الاقتراع، وتاكد برضو انه في مطابقه بين الارقام اللي على الصناديق والارقام المسجله، واعلن بعد كده بدايه يعني واستمرار عمليه الاقتراع مره ثانيه في انتخابات مجلس الشيوخ. يمكن الاقبال احنا لسه مستنيين طبعا وصول المواطنين، زي ما قلت انه امبارح كان في اقبال في الوقت ده لحد الساعه 11. خليني اقول لك كمان اللي كان ملفت للنظر وبدانا برضو نشوفه دلوقتي هو وجود كبار السن، يمكن كانوا مسيطرين على المشهد بشكل كبير سواء امبارح او النهارده، وعشان كده في تيسيرات بتتقدم لهم كمان مع ذوي الهمم، وخاصه بتوفير كراسي متحركه ليهم علشان تقدر تدخلهم جوه اللجان. كمان القاضي ومستشار اللجنه كان بيقدم مساعده للي ما كانش بيقدر يسجل، طبعا ده وفقا اكيد للدستور، بيساعده على الادلاء بصوته من غير اي تاثير على رايه. واكيد مستمرين في متابعه يعني تاني واخر ايام الانتخابات الخاصه مجلس الشيوخ في الداخل. برجع لك مره تانية في الاستوديو. بشكرك يا جميل طبعا على كل هذه المعلومات. خلينا ننتقل لمحمود جميل من الاليوبيه. محمود اهلا بيك من جديد، قول لي المشهد عندك دلوقتي عامل ازاي، والاستعدادات والاجراءات، ويعني الاقبال هل بدا دلوقتي مواطنين يوصلوا عندك ولا لسه، وكمان نطمن المواطنين على الطقس عندك في الاليوبيه. صباح الخير عليك مرة تانية جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. الحقيقة المواطنين هنا بدأوا يتوافدوا من قبل فتح اللجان من التاسعة صباحا، زي ما احنا كنا شايفين بعض الناخبات اللي كانت موجودة هنا في اللجنة اللي أنا موجود فيها مدرسة الشهيد مصطفى لطفي، وتم يعني الدخول في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتح اللجان مباشرة، تم دخولهم ليتم الإدلاء بأصواتهم. في الوقت اللي أنا بكلمك فيه دلوقتي يا جمانة في عدد من الناخبين أيضا وصلوا بالفعل، بيتم تنظيمهم الآن وتوزيع الكمامات لمن لا يرتدي الكمامة للقيام بالدخول في هذه اللجنة والقيام بالتصويت. الحقيقة النهاردة كمان رصدنا ومنذ أمس يعني رصدنا أن كمان في وجود للمرأة في محافظة الأليوبية. المرأة في محافظة الأليوبية حريصة على المشاركة منذ الأمس، والنهاردة زي ما حضراتكم شايفين في الصورة دلوقتي ان يعني المواطنين في محافظة الأليوبية بدأوا ان هم يتوافدوا، والحقيقة في استعدادات هنا مكثفة لبدء العملية الانتخابية في يومها الثاني. الاستعدادات دي من قبل يعني مديرية الأمن هنا من حيث الاستعداد الأمني، وأيضا مديرية الصحة من حيث الإجراءات الاحترازية اللي بتتم، ووجود بعض سيارات الإسعاف خارج اللجان ل يعني حدوث اي طوارئ في اي لحظه. فهناك استعدادات تتم، المواطنين الان يبداون في الدخول الناخب تلو الاخر بعد ارتدائهم الكمامات للقيام بالادلاء باصواتهم في هذه الدائره. دائره محافظه الاليوبيه هي دائره واحده على النظام الفردي، كل ناخب من هؤلاء المواطنين الذين سيقومون بالتصويت سيقومون باختيار 6 مرشحين
من إجمالي 60 مرشح على القائمة الفردي، بالإضافة إلى نظام القائمة اللي بتتبع دائرة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا. يعني خلاص بدأنا في التصويت بالفعل، وهؤلاء المواطنين سيقومون الآن بالاقتراع داخل اللجان. بعود إليك مرة أخرى يا جمان. بشكرك يا محمود، كنت معانا من الأليوبية ولسه مستمرين طبعا في تغطية اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس الشيوخ. خلينا أتنقل مع حضراتكم لرامي محمد اللي موجود معانا من مقر الانتخابي في المنوفية. أهلا بيك رامي من جديد. رامي قولي بقى، يعني خلينا نطلع السادة المشاهدين ونطمنهم إيه اللي بيحصل جوه اللجان الانتخابية بالضبط، قول لنا الكواليس عندك إيه. صباح الخير جمانة، صباح الخير على كل متابعي، صباح الخير يا مصر. مع انطلاق اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، فتحت 619 لجنة فرعية أبوابها لاستقبال الناخبين. بنتحدث عن محافظة، المتنافسون هنا في هذه المقاعد الخاصة بمحافظة المنوفية هي 4 مقاعد يتنافس عليها 30 مرشحا بهذه المحافظة، وقائمة واحدة هنا في محافظة المنوفية. هذه اللجان تستقبل 2 مليون الناخب و 688,280 ناخب مقيدين والكتلة التصويتية بمحافظة المنوفية. أنا الآن متواجد في مركز قويسنا، وتحديدا داخل مدرسة قويسنا الرسمية المتميزة للغات، بها لجنتان 532 533، لجان رجال ولجنة أيضا للسيدات. الكواليس داخل اللجان هنا نتحدث عن حضور لعدد من المشاهد. المشهد الأول هي الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ الدخول إلى بوابة هذه اللجان. هناك بوابة للتعقيم، وهناك حرص أيضا من رجال الأمن على ضرورة ارتداء كافة المواطنين والناخبين للكمامات والإجراءات الوقائية. نتحدث أيضا عن حضور ومشهد آخر، وهو حضور لوزارة الصحة بحضور عدد من الموظفين هنا تابعين لوزارة الصحة للتأكد من الالتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وأيضا بوابة للتعقيم. نتحدث أيضا عن مشهد آخر، وهو عدم وجود مخالفات من الأمس وحتى اليوم، وعدم وجود كسر للصمت الانتخابي سواء من قبل المرشحين أو المندوبين عنهم. هذا هو المشهد هنا بمحافظة المنوفية. لكن يبقى أن أقول أن حالة الإقبال التي حدثت بالأمس كانت المرأة لها الكلمة العليا بها. رامي بشكرك طبعا، شكرا جزيلا. كنت معانا من المنوفية، هنتقل مع حضراتكم لسالي سالم، هتكون معانا من الغربية. اهلا بيك يا سالي من جديد. سالي قولي الحضور عندك دلوقتي، يعني ناس ابتدت تتوافد على مراكز على مركز الاقتراع، ولو بدات تتوافد فيعني الفئه اللي حاضره بيغلب عليها اي فئه؟ نعم، أهلا بك جمانة مرة تانية. بالفعل فتحت أبواب اللجان في تمام التاسعة بإحضار الصناديق من الغرفة التي شمعت بها أمس، والتأكد من سلامة الأقفال، والتأكد من الأرقام ومطابقتها للمحضر الذي حرر أمس قبل الإغلاق. السيدات يتصدرن المشهد، اصطفاف للسيدات خارج مقار اللجان لانتظار فتح اللجان للإدلاء بأصواتهن. يعني بشكل عام السيدات منذ يوم أمس يتصدرن المشهد ويحرصن على القدوم إلى المقار الانتخابية المختلفة. محافظة الغربية بها ما يقارب 804 مقر انتخابي بعدد لجان كبير وكتلة تصويتية في محافظة الغربية لا يستهان بها. الإجراءات الاحترازية هي التي تتصدر المشهد أيضا، من ارتداء الكمامات سواء يرتديها المواطن أو يتم توفيرها داخل المقار الانتخابية على البوابة الخارجية لمقار اللجان. واللجنة التي يتواجد بها فيها ما يزيد عن 10,000 مقيد بالكشوف الانتخابية، ولدينا 30 مرشحا يتنافسون على 5 مقاعد فردية في دائرة محافظة الغربية، وقائمة واحدة هي قائمة شرق ووسط الدلتا. المواطن يدخل هذه اللجنة ولا يأخذ أكثر من 2 دقيقة للتصويت سواء في النظام الفردي أو في القوائم، والعمل عملية تسير بهدوء، والإقبال منذ الدقائق الأولى في جميع المقار الانتخابية. أعود إليك مرة أخرى جمانة. سالي بشكرك، شكرا جزيلا، كنت معنا من الغربية. دلوقتي هنروح لمينا مكرم، هيكون معنا من الدهلية. مينا أهلا بيك من جديد. مينا قولي أبرز ملاحظاتك حتى الآن.
مرحب بك يا جمانة مرة جديدة وبكل مشاهدي صباح الخير يا مصر. لازلنا في محافظة الدقهلية بنتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل الخاصة بتاني وآخر أيام انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020. احنا دلوقتي موجودين داخل مدرسة الشهيد خالد الطوخي، وهي واحدة من المدارس اللي موجودة في مجمع المدارس بشارع كلية الأداب بمنطقة أو بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية. والساعة 9 صباحا بالفعل تم فتح باب اللجان بعد حضور طبعا القضاء والمشرفين على اللجان، وتم استقبال الوافدين من المواطنين للإدلاء بأصواتهم من تمام 9 وحتى هذه اللحظات. يمكن أبرز الملاحظات اللي لاحظناها هي بدء توافد المواطنين من كبار السن تحديدا، سواء من الرجال أو من السيدات ومن متوسطي العمر كمان، مش كبار السن فقط لكن في هناك أعمار متوسطة كمان بدأت تتوافد من الصباح لغاية دلوقتي. وطبعا القضاء بيمارسوا مهامهم الإشرافية في متابعة هذه الانتخابات من خلال استقبال المواطنين والكشف عن هويتهم ومن ثم الإدلاء بأصواتهم بشكل يسير، لا يأخذ أكثر من دقائق معدودة الحقيقة، بشكل سهل ويسير جدا. وزي ما ذكرنا أن هناك استعدادات خاصة كمان للتيسير والتسهيل على ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم عبر توفير عدد من الكراسي المتحركة لنقلهم من بوابة اللجان العامة اللي هي المدارس من برة وصولا إلى مقر اللجان الفرعية. يمكن دي كانت أبرز ملاحظاتنا جمانة حتى هذه اللحظة، وبالتأكيد هنكون مستمرين في المتابعة لحظة بلحظة على مدار الساعة. أكيد يا مينا بشكرك، كنت معانا من الدقهلية. خليني أنتقل لكريم بيبرس هيكون معانا من مطروح. كريم، يعني خلاص عد حوالي 53 دقيقة من فتح باب مراكز الاقتراع، قولي المشهد دلوقتي عندك عامل إزاي؟ الحقيقة يمكن احنا امبارح مطروح كان ليها سبق في اقبال المواطنين على اللجان، يعني من صباح اليوم من قبل حتى فتح باب اللجان. النهاردة كمان الحقيقة كانت نفس الصورة، انه المواطنين فعلا بدأوا يمكن قبل فتح اللجان بخمس دقائق تقريبا بدأوا بالفعل بالتوافد على اللجان. والحقيقة انه الارتكازات الامنية كانت في انتظارهم وكانوا مجهزين بالكمامات والاجراءات الاحترازية المختلفة لاستقبال المواطنين لدخول اللجان، ولسه لحد دلوقتي مستمرة. يمكن من دقائق كان في صفوف من المواطنين دخلت اللجنة هنا من خلفي، ولكن يمكن المختلف عن امبارح ان امبارح كان العنصر النسائي هو اللي غالب على المشهد، ولكن النهاردة هو فعلا ما فيش فئة تغلب يعني على الاخرى، الفئة متنوعة، كان موجود من الرجال والسيدات والشباب الحقيقة، وصلوا منذ فتح باب اللجان هنا في لجنة خير الله عطيوة في مطروح. كمان يمكن من دقائق بالضبط لو كنتم متابعيني كان اصفر والازرق طبعا لو كنتم شفتوا الصورة، وبدأوا بالفعل بتعقيم اللجنة من جوه والمركز ومكان تواجد المواطنين هنا من أمام اللجان. يعني ما زلنا طبعا هنتابع مع بعض على مدار اليوم إقبال المواطنين بشكل عام، ولكن زي ما قلت لك هي من صباح اليوم منذ فتح باب اللجان التزام كامل من الارتكازات الأمنية، التزام المواطنين بارتداء الكمامات قبل الدخول، يعني إقبال متوسط طبيعي جدا في صباح اليوم. حتى الجو كمان غير امبارح، يعني امبارح كان جو كويس، والنهاردة كمان برغم ظهور أشعة الشمس نوعا ما، ولكن ما زال الجو مناسب ومتوسط يعني للمواطن اللي يقدر ينزل هنا من أمام اللجان في مطروح. كريم بشكرك، شكرا جزيلا، كنت معانا من مطروح. هروح دلوقتي لجاكلين ماهر اللي موجودة معانا من الإسماعيلية. جاكلين أهلا بيكي من جديد، يعني عايزة أعرف منك يعني التوافد دلوقتي عامل إزاي عندك، وعايزة أعرف كمان منك من خلال وجودك مع المواطنين من امبارح طبعا اليوم الأول للانتخابات، هل يعني سمعتي الناس كانت بتتكلم إزاي، انطباعهم عن هذه الانتخابات وعن المشاركة كان عامل إزاي؟ بجدد الترحيب بك يا جمانة وبالسادة المشاهدين. ويعني الإقبال منذ الصباح منذ 9 بدأ التوافد من المواطنين هنا في هذه المحافظة وتحديدا في منطقة الشيخ زايد وأمام مدرسة الشيخ زايد الابتدائية. هذه المدرسة التي تحتوي على لجنتين، هنا تم تخصيص يعني مقاعد خاصة للمواطنين للانتظار، يعني حماية لهم وأيضا بالالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافة
المسافات الآمنة كإجراء احترازي. أيضا الإجراءات الوقائية التي تلتزم بها هذه المحافظة هي من أهم ومن أسمى المظاهر التي تتواجد في هذه المحافظة من إجراءات وقائية كالكمامات وأيضا المطهرات أيضا البوابة التعقيم المتواجدة. أيضا هنا يعني المشهد الذي خلفي هنا مشرفة التمريض التي تتواجد أمام هذه اللجان لمتابعة أي حالة، وإذا ما كان هناك أي اشتباه لأي حالة من الحالات أو أعراض من الأعراض على المواطنين أو الناخبين أو المشرفين بيتم التعامل معهم بشكل سريع وأيضا بيتم نقلهم بشكل مباشر إلى الإسعاف. يعني جمانة أنت سألتي عن الإقبال، الإقبال منذ الصباح منذ التاسعة صباحا منذ فتح أبواب اللجان بدأ التوافد من مختلف الأعمار، وربما الصورة الأبرز هو توافد النساء على اللجان الانتخابية. يعني نعلم أن هذه المحافظة بها 229 لجنة. بسؤالنا امبارح وأمس ومتابعة طبعا كافة الفئات كان هناك يعني اعتزاز وإحساس بهذا الاستحقاق السياسي وهذا الاستحقاق يعني الانتخابي بممارسة حقهم الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020. كان هناك يعني فرحة عارمة بالالتزام ب يعني تطبيق هذا الاستحقاق وحقهم الانتخابي. نعلم أن هناك 9 أفراد يعني ينافسون على مقعد واحد فردي في هذه المحافظة. ربما هذه هي الصورة من هنا إجراءات احترازية استعدادات أمنية وطبية بمحافظة الإسماعيلية. أعود إليك جمانة. جاكلين بشكرك طبعا شكرا جزيلا وبشكر كل مراسلنا جرمين إبراهيم من الجيزة، محمود جميل من الأيوبية، رامي محمد من المنوفية، سالي سالم من الغربية، مينا مكرم من الأهلية، كريم بيبرس من مطروح، جاكلين ماهر من الإسماعيلية. بشكركم طبعا شكرا جزيلا لكل جهودكم في نقل مشهد اليوم الثاني وأيضا كمان الأول طبعا أمس لانتخابات مجلس الشيوخ لحظة بلحظة، ولسه متابعتكم مستمرة. بشكركم شكرا جزيلا.